مرحبا بالجميع. الآن سأزور شخصية ربما تكون من أغرب الشخصيات التي قد تراها. سأدخل الآن على الحج الشيخ إبراهيم الفشني الملقب ب أبو المساكين. أعرفه تقريبا من 10 سنوات، وفي كل سنة أزور القاهرة أتشرف بزيارته. إن شاء الله بإذن الله. الآن في ضيافة شيخنا الحج إبراهيم الفشني. كيف حالكم شيخنا؟ الله يبارك فيك. الله يحفظكم. كيف صحتكم؟ الحمد لله على كل. الله يبارك في عمركم. الشيخ ما شاء الله الملقب بأبو المساكين. ما شاء الله، هذا الرجل ما شاء الله من أكرم من رأينا. ما شاء الله، طبعا بيته مفتوح 24 ساعة ما شاء الله للفقراء. نعم ما شاء الله تبارك الله. اللهم امين، يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. طبعا هذا المكان، هذا بيت الشيخ الله يحفظه، والباب مفتوح دائما للفقراء. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ في المكان هذا من عام 64 ميلادي. من 64 ميلادي. من 64. غدا وعشاء. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يتقبل منك يا رب. ما شاء الله. عشاء بس. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الوالد الله يرحمه، ها؟ والوالد كان على نفس هذه الطريقة. الحمد لله من زمان، من 42. من 42. نعم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يعني عندكم مقرأ القرآن الكريم تبدأ بعد العصر إلى صلاة العشاء. إن شاء الله. الاثنين والربوع والخميس تقرأون القرآن. بس الخميس بعد العشاء. الخميس بعد العشاء. نروح مكان ثاني. واليوم الختم إن شاء الله. اليوم ختم القرآن لأن كنا واقفين على جزئين. ما شاء الله، نحضر معكم الختم اليوم إن شاء الله. إن شاء الله ضروري. بإذن الله، الله يتقبل منكم إن شاء الله. طيب شيخنا، وش تقولون للمتابعين؟ يعني نبيكم تدعون للمتابعين أو تعطونهم نصيحة. فالمهم إن أنا موصي الجماعة اللي هم، لأن أنا عندي 76 سنة دلوقتي. ما شاء الله. بقول لهم يعني ما تقفلوش هذا المكان. ما شاء الله. يجعله مفتوح. آمين. كما وصاني أبي يعني من سنة، توفي سنة 64. الله يرحمه. فقلت لهم أوصيكم بتقوى الله. أي نعم. والمحافظة على المكان. ما شاء الله. والبعد عن البدع والخرافات. نعم. ولزوم طاعة الله. نعم. والاستقامة. ما شاء الله. والاستغفار. الله. يعني في الاستغفار. إيه. في كل ما يتمناه الإنسان، لأن ربنا قال في سورة نوح. نعم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا. الله. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. ترتيبات المائدة. صابونا من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك يا حبيبنا. دخلنا نشوف الطعام. ما شاء الله لحم، ها؟ الله يتقبل منكم ان شاء الله. وهذا ايش هذا؟ هذه ملوخية. ما شاء الله. ملوكية كان بياكلها الملوك. اه ما شاء الله. هذا الطعام للفقراء، ها؟ نعم. الله يتقبل منكم يا رب. التجهيز الان. كل يوم. كل يوم ما شاء الله. والله ما شاء الله. ما شاء الله. الآن بدأوا يتوافدون. الآن بدأوا يتوافدون. شوفوا ما شاء الله، لسه 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 ما شفتوا شيء. عجيب، المكان يمتلي الحين. ما شاء الله. طبعا البيت كله غرفتين، هذه الغرفة اللي جالسين فيها والغرفة الثانية. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يوميا تخيلوا هذا العدد كل يوم. طبعا العمارة تحت كلها مليانة، الدرج مليان.
هذا المشرف على على الاكل، هذا هو المشرف. لسه نساعدكم. ها يلا بسم الله. هات بسم الله ما شاء الله. تفضل. ما شاء الله. الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم خير. هنيئا لكم هذا العمل. الله هنيئا لكم. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الشيخ جالس الآن يراقب المشهد والعملية ويوصي الناس بإكرام الضيوف. الله يجزاك خير. ما شاء الله شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. وما زال الموضوع مستمر، ناس تدخل وناس تطلع. شوف هذول يختلفون عن اللي قبل، ولسه في ناس برا تنتظر. انا اذكر من المواقف شيخنا، جيتك مره ولقيتك تصلح بين الناس، فما شاء الله هنا مقرأة قرآن واطعام الفقراء وصلح بين الناس. ما شاء الله عليك. الحمد لله. طبعا شيخنا سبق عزمني في الصعيد واكرمني ونزلت في بيتك وسكنت عندك في الصعيد. كانت ايام جميله، جلست في ضيافتك 3 ايام.